2020 كان عاما ثقيلا على مختلف شعوب الأرض، فاحت منه رائحة الموت بكثرة، وأن كثيرون من الموجوعين تحت وطأة جائحة كورونا. كصحفيين وإعلاميين اضطررنا للتعامل مع واقع حياتي جديد شكل تجربة جديدة في الساحة الإعلامية. اضطررنا للتعامل مع شوارع فارغة وحياة وميادين حياتية عامة خلت من الناس والمتسوقين، بعد أن كنا قد اعتدنا سابقا على صخب الحياة. اضطررنا أيضا للتعامل مع واقع جديد نصد فيه معاناة الناس ومعاناة كافة قطاعات الحياة من وطأة جائحة كورونا والإغلاق الذي فرض على الناس بفعل هذه الجائحة. اضطررنا أيضا للتعامل مع عدادات الإصابات وعدادات الموتى صعودا وهبوطا. لم نكتفي بهذا العام فقط بحمل أقلامنا وكاميراتنا، بل اضطررنا أيضا للبس الكمامات وأيضا ارتداء القفازات وكذلك ارتداء الأقنعة والألبسة الواقية من جائحة كورونا. بلا شك كانت تجربة مختلفة إعلاميا، أعتقد أنها لن تنسى مستقبلا. أنا محمود مطر، صحفي فلسطيني، آمل أن يكون العام الجديد بداية لزوال جائحة كورونا وأن ننزع فيه هذه الكمامات للأبد. كل عام وأنتم بدوام الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، وكل عام وأنتم بألف خير. معكم أحمد الحلايقة من فلسطين. من خلال هذا الفيديو سأستعرض أهم التغطية التي قمنا بها عبر شاشة الجزيرة مباشر في مناطق جنوب الضفة الغربية على وجه التحديد، إذ أن عام 2020 حمل في طياته الكثير الكثير، وكانت أهم محطاته جائحة كورونا التي قلبت الموازين وغيرت أشياء كثيرة كنا نتابعها أولا بأول عبر شاشة الجزيرة مباشر. أذكر وأبدأ من مدينة بيت لحم التي حين ظهر فيها فيروس كورونا زرتها في أول عمل لي عبر الجزيرة مباشر، وقمت بتغطية الأحداث، إذ كانت مدينة بيت لحم أشبه بمدينة أشباح بعد أن تم إغلاقها من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار هذا الفيروس. طبعا مشاهد محزنة كانت في مدينة بيت لحم التي لم نعهدها على هذا الحال، لكن الوباء أثر عليها بشكل كبير كون أنه ظهر فيها أول مدينة في مدن الضفة الغربية أو أول مدن حتى في فلسطين. محطات كثيرة عشناها وكانت تجربة حافلة، فيها المشاهد الحزينة وفيها المشاهد الطريفة أيضا في بعض الأحيان، على الرغم من أن الوضع كان مأساوي في جميع مدن الضفة الغربية بشكل عام. في أول تغطية للكورونا في مدينة بيت لحم أذكر تماما أننا زرنا بعض المرافق التي كان يتواجد فيها المصابين، والذي أعلن عن وجود مصابين فيها كانت خالية تماما، حالة من التوتر في المدينة بشكل عام. هناك انتشار للأجهزة المختصة كل في موقعه في محاولة لحصر الوباء الذي ظهر فجأة في المدينة. أذكر تماما عندما عدت إلى بلدي وإلى بيتي على وجه التحديد شعرت بحالة نفسية صعبة بعد أن دخلت إلى منطقة موبوءة كما كان يطلق عليها سابقا، وحقيقة يعني كان شعوري غريب جدا بأنني ما الذي يجبرني على القدوم لتغطية مثل هذه الأحداث، ولكنني سرعان ما أعود أو عدت في تفكيري وقلت بأن هذا واجبنا في نقل الحقيقة وحقيقة ما يجري للعالم. هناك محطات أخرى عبر قناة الجزيرة مباشر، وخصوصا في عام 2020 إذ أن غطينا فيها الحركة الاستيطانية التي زادت خلال فترة كورونا، وغطينا أيضا الأحداث المتتالية التي كانت ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وغطينا تماما أيضا الوضع الاقتصادي الذي كان يخيم والذي تراجع بشكل كبير جراء هذه الكورونا. أذكر من أفضل وأروع المحطات التي خضناها برنامج مراسلون في الحجر الذي كان يبث عبر الجزيرة مباشر، وطبعا كان يجتمع على الشاشة أربعة من مراسلين الجزيرة في أماكن متفرقة، وكنا نتناول العديد العديد من المواضيع، منها الاجتماعية منها الاقتصادية على مستوى
العالم. هذا البرنامج الذي كنا نخرج فيه من منازلنا جراء الإغلاقات المتتالية التي كانت في مدن الضفة الغربية بقرارات من الجهات المختصة لحصر جائحة كورونا. يعني الزملاء لربما طلبوا منا أن نتحدث قليلا عن المواقف الطريفة التي تعرضنا لها خلال عملنا، مثل أنك كنت تنسق للخروج في موجة بث حي ومباشر، تتفاجأ في اليوم التالي بأن الضيف غير موجود ولا يرد حتى على جواله. أذكر أحيانا أننا كنا نجهز الضيف للخروج معنا، وفجأة وبعد أن يأتي دوره للحديث تجده قد غادر المكان، ربما كان يرتعب قليلا أمام الشاشة. هناك مواقف طريفة أيضا حدثت معنا في المنزل أثناء خروجنا في برنامج مراسلون في الحجر، بأننا كنا نعاني من مشكلة أطفالنا في المنازل الذين كانوا حقيقة يعني ينغصون علينا هذا اللقاء، وأحيانا مشاكل الإنترنت التي كنا نعاني منها دائما بسبب الوضع السيء والوضع العام في فلسطين بسبب هذه الجائحة. عشنا حقيقة أيام عصيبة جدا أثناء تنقلنا بين المدن الفلسطينية بسبب الإغلاقات التي كانت تارة بوجود حواجز أمنية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وأحيانا بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية لمنع التواصل ما بين المدن وبالتالي حصر هذا الوباء. تجربة كانت حافلة خلال عام 2020، لم نعهد هذه التجربة في السنوات السابقة، كان هذا العام حافل للجميع. على أي حال نتمنى يعني كل الخير للأمة بشكل عام في عام 2021، وأن يكون عام خير وسلام بعيدا عن هذه الجائحة التي نأمل ونتمنى أن تنتهي بوجود يعني المضادات التي انتشرت على مستوى العالم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. التغطية الإعلامية في مدينة القدس منذ انتشار جائحة كورونا لم تكن بالأمر السهل، خاصة بعدم معرفتنا بطبيعة هذا الفيروس في بداية هذه الجائحة، وأيضا لم تكن هناك فحوصات لداء المقدسيين من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية تنفذها اتجاه مدينة القدس للمقدسيين، فكنا نشعر بأننا نواجه المجهول، لم نكن نعرف من هو المصاب ومن غير المصاب، وأي الأحياء التي تنتشر فيها إصابات فيروس كورونا. كانت الإحصاءات هي عامة أيضا تشمل الإسرائيليين دون التطرق للإصابات المقدسيين أو الإصابات الموجودة في مدينة القدس في الأحياء العربية، بالإضافة أيضا لصعوبة ما يقوم به الاحتلال من عدم منع الطواقم الصحية الفلسطينية بالوصول لمدينة القدس وإجراء هذه الفحوصات. أيضا يعني كان هناك يتم ملاحقة من يقوم من جهات الجانب الفلسطيني، حتى لو كانت حملات تطوعية بعملية تعقيم في الأماكن والمرافق العامة في مدينة القدس، كان الاحتلال يقوم بعرقلتها ومصادرة الأدوات التي يعملون بها في تعقيم المرافق والأماكن المقدسة في مدينة القدس. يعني جميع هذه الإجراءات كانت تزيد من معاناتنا كمقدسيين وفي عملية أيضا التغطية بمدينة القدس. طبعا من المعروف بتنقل الصحفي والطواقم الصحفية بشكل عام من مكان لآخر خلال التغطية، هذا الأمر كان أيضا بعرضنا أكثر لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فكان عندنا مسؤولية أيضا اتجاه نفسنا اتجاه أهالينا أيضا لنقل في خوف من نقل هذه العدوى إلى أهالينا، وخاصة أن كل منزل يعني هناك كبير في السن نخاف أن تصل إليه هذه العدوى ونلحق الأذى بهم. يعني كان هذا من ضمن الصعوبات التي كنا نواجهها كصحفيين في مدينة القدس، أيضا يعني ما أيضا يلحق بنا الالتزام بالإجراءات الوقاية بشكل مستمر، أيضا عملية تعقيم الأدوات التي كنا نستخدمها أدوات التصوير وجميع المعدات كانت تكون بالنسبة لنا أول بأول حتى يعني نلتزم بهذه الإجراءات، خوفا من أن نضر أنفسنا أو حتى أن نضر غيرنا من نقابلهم أيضا بشكل يومي خلال إجراء المقابلات. أيضا بالإضافة إلى ذلك يعني ما يقوم به الاحتلال من ممارسات تجاه الطواقم الصحفية الفلسطينية في مدينة القدس، فنحن لا نملك سوى بطاقات الصحافة نقابة الصحفيين الفلسطينيين أو حتى البطاقة الدولية التي تمنح لنا كصحفيين مقدسيين. الاحتلال لا يعرف بهذه البطاقات، أيضا يعني يحاسبنا في حال كان هناك أي إغلاق كأي مقدسي بفرض الغرامات المالية، فخروجنا كان في فترة الإغلاق كانت هي عبارة عن مخاطرة في الوقت الذي جميع الصحفيين في دول العالم يقوم بتغطية الأجواء وأجواء الإغلاقات وكيف انتشار فيروس كورونا، كنا نحن نخاطر بأنفسنا في خروجنا ونعرض نفسنا لهذه المخالفات المالية والغرامات التي يفرضها
الاحتلال على الصحفيين كأي مقدسي آخر. طبعا التغطية الإعلامية في مدينة القدس مستمرة ورح تبقى مستمرة في لو حتى بأبسط الأدوات، وهذا ما كنا نستخدمه في أيضا في فترة جائحة كورونا. اضطرينا أيضا أن نخرج من منازلنا في فترة الحجر المنزلي، وخرجنا لعرض ورصد ما وضع المدينة المقدسة من خلال الهواتف الذكية، وأيضا بواسطة أدوات بسيطة في داخل المنزل في داخل الحجر المنزلي.